أكثر من 15,000 مقاتل سوري وأجنبي استقدموا من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا وبإشراف مباشر من تركيا، وفق ما صرحت به لسكاي نيوز عربية مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية طلبت عدم ذكر هويتها. ليبيا صارت جزءا من صراع واسع في المنطقة بين تركيا ومنافسيها، وهناك نقاش جدي داخل الإدارة الأمريكية لما تقوم به أنقرة هناك. وأعربت المصادر نفسها عن علم واشنطن استنادا لتقارير استخباراتية بأن هناك مساهمة تركية متواصلة في جمع المرتزقة من سوريا وإرسالهم إلى مخيمات تدريب في الأراضي الليبية. المرتزقة السوريون بدأوا يتوافدون منذ أشهر عدة، وتشير تقارير استخباراتية إلى انضمام بعضهم إلى مجموعات إرهابية. هذه المجموعات الإرهابية جعلت واشنطن حسب مصادر عسكرية تشعر بقلق متزايد إزاء سياسة الجسر الجوي التي تنتهجها تركيا من محافظة إدلب ومحيطها إلى المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق وحلفائها. ولا ينفي مسؤولون في إدارة الرئيس ترامب اعتقادهم الشديد بأن سياسات أنقرة ساهمت في شكل كبير بتفاقم الأزمة داخل ليبيا، وأضحت تهدد بزعزعة استقرار عموم المنطقة. جو تابت، سكاي نيوز عربية، البنتاغون.